تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، أقام الاتحاد احتفالية استثنائية بمناسبة قرعة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للرجال، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، والسيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار الشخصيات. وأقيمت الاحتفالية في صالة زين البحرين بأم الحصن بحضور العديد من المدعوين والجماهير البحرينية، حيث اشتملت على عدد من الفقرات المنوعة المعدودة من قبل اللجنة المنظمة للحفل. وألقى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة كلمة بالاحتفالية، أشاد من خلالها سموه بالرعاية الكريمة للوالد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي يدعم الرياضة والرياضيين في مملكة البحرين، لافتا سموه إلى أن إطلاق بطولة الكأس على اسم خليفة بن سلمان في الموسم الماضي كان الحدث الأبرز في تاريخ كرة السلة البحرينية، وأصبحت هذه الكأس أغلى الكؤوس. وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن اعتزازه بما حققته هذه البطولة الغالية من نجاحات وما أضافت عليه للعبة من مكاسب عديدة، مؤكدا سموه عن كمية الفخر لدى أسرة كرة السلة البحرينية لكون الكأس تحمل مسمى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وثمن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مساهمة الشركات الوطنية في دعم بطولة كأس خليفة بن سلمان وكذلك أنشطة الاتحاد البحريني لكرة السلة، مشيرا سموه إلى ما تشكله هذه المساهمة من شراكة وطنية عالية. منذ البدايات نحو النجوم تطلعاتك والرؤى، فأنت عنوان العزيمة والسلام، وأنت رمز للمفاخر والبنى، وأنت يا بحريننا بلد العطاء، وطن يعانق في بطولته السماء. أرض الحضارات، بحرين آلاف السنين لها شهود، يزارة للأمنيات وللخلود، يترنم التاريخ في صفحاتك ويغني الحاضر بحب وولاء، ويسابق المستقبل يمضي نحو العلا، شعب عظيم يستمد من قيادته الحب والانتماء. يسطر التاريخ بحروف من ذهب، اسم مضيء شامخ يعانق النجوم، يسابق الزمن صرح عظيم سيرة، صرح عظيم سيرة، يا ذخرنا أميرنا خليفة بن سلمان، دمت يا مجد الوطن. سيرته وعيونه دمه خليفة بن سلمان، اسم ينحني للرجال شامخ، كما هيبة وطن والطيبة تعمه، همه تكون بلاده في خير وفي أجمل حال، وبلاده تفخر فيه
وتمهر الملا باسمه. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه لخدمة هذا البلد تحت قيادة ملكنا حفظه الله ورعاه، ودائما إن شاء الله منصورين وموفقين بكل ما نقوم به من أعمال لرفعة وسمعة هذا البلد وشعبه. شكرا يا أخوة. نشكر سيدي صاحب السمو الملكي والد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الله يحفظه ويطول عمره، على رعايته لمسابقة الكاس في اتحاد كرة السلة. وبلا شك أن دعم سموه لمسابقة الكاس يعطينا المزيد من الدافع والسند والعون، فله منا المزيد من الشكر والتقدير على هذه الرعاية. وقد أسفرت القرعة عن التالي: المجموعة الأولى ضمت فرق المنامة، البحرين، الرفاع، النجمة، الانودرات والحد، وفي المجموعة الثانية ضمت فرق الأهلي، الاتحاد، مدينة عيسى سترة، المحرق وسماهيج.